السلام، كيف قلت لكم غادي نعطيكم القسم الثاني من الغداء اللي حطيت، اللي درت فيه المتبل والمحمرة، وريته لكم في الفيديو السابق. ودابا غنوريكم تتبيلة ديال الكفتة وديال العيش والحمص بطحينة، باش نكمل لكم السفرة اللي درت، اللي هي هادي. كل شيء جا فيها تبارك الله لذيذ وزوينة، وكتشهي أصلا غير في النظرة. غادي نوريكم على بركة الله. كناخد الحمص هذا ديال العلبة. هو ممكن إذا بغيتي ديريه كيتباع في أي بلاصة هاد الحمص، وممكن إلا بغيتي ديريه راه كترقدي الحمص يبات ليلة، ولا غد كتسلقيه بالملحة وشوية بيكربونات وكتطحنيه مزيان. أنا خديت غير نص ديال العلبة، هي خديت 3 معالق كبار أو 4. غادي نزيد عليهم 1 أو 2 معالق ديال الطحينة، هي على اساس كاتبين في هذيك العلبه بانها راه طحينه، وهذا هي طحينه يعني غير شمه الريحه ديال الطحينه. ضروري دير الطحينه. كتزيدي معلقه ديال عصير الحامض تكون كبيره، نديروا الملحه حتى هي كتكون ناقصه فيه الملحه. ندير 1 1/4 معلقه ديال الثوم. هادي كل تتبيلتها كي اللي كيدير فيه الكمون. انا ما كنبغيش ندير الكمون لداخل، كنبغي يكون هكا اكريمي وهكا عادي، والكمون نديرو من الفوق صافي. فاش كتخلطيه كيقصح شي شويه، لان فاش كيتجمع الطحينه والحامض كيقصح الحاجه. الوغ يعني خاص ضروري نزيدو شويه ديال الماء. انا غادي نزيد 1 1/4 كاس ديال الماء اللي غنزيدو باش نخفف لها، لان فاش تكون خفيفه ورطبه تكون بحال لا كريم كتجي احسن. شفتوا 1/4 كاس ديال الماء واقل يمكن كاع. هاكي كيجي الشكل ديالها، يعني خفيف. شفتوا الفرق ما بين قبيله ودابا؟ مزيانه. غادي نوريكم الطريقه باش كنقدمها. هاد الحمص من المقبلات اللي هي مهمه تكون في الطابله، اذا كانوا المشاوي، اذا كانوا مشاوي يعني من الدجاج او لا من الكفته اللحم اي حاجه، مهم ضروري خصها تكون. انا كنسطحها فوق، نبسطها يعني فوق التبسيط ديال التقديم بطريقه عشوائيه ماشي. وكنرش عليها الكمون. كلها كنرشها كامله بالكمون، يعني رشه خفيفه كيف شفتوا. وكنزوقها بالفلفله الحمراء، يعني تحميره الحمراء مطحونه تحميره. هذه طريقتي، وانتم ديروا الطريقه اللي تحبوا. وكندير زيت زيتون من الفوق، يعني هاد ضروري يكونوا، ولكن على الطريقه والزواق على حسابكم. وزيت زيتون. وهذا هو الحمص ديالنا، ساهل يتوجد. كيف قلت لكم هاكي كتبوا بان الحمص هو هذاك، ولكن ناقص. هاكي كيجي ندوزو ان شاء الله دابا الكفته. كناخذوا الكفته كندير فيها البصله مطحونه، معدنوس 2 معالق، نعناع يابس او اللي عندكم خضر مقطع حتى هو كيعطي لذة زوينه،
سبع بهارات او بهارات مشكله، او نتوما ديروا اللي بغيتو في الكمون ولا اللي بغيتو. الملحه، بزار، وغندير واحد المعلقه ديال زيت زيتون. هي عاده خصها تشوف على الفحم، او هي خصها تشوى، ولكن انا ما شويتهاش. غنديرها في غير في الزيت تقلى، انا دهنت المقله بالزيت، غنديرها غير في الزيت تقلى، ولكن غنعطيها اللذه بانها مشويه. غنخلي هاد اللي ذاقها يحسبوا بانها مشويه. انا نستمر هكا، انا بديت كنقلي فيها. غادي نصاوب لكم دابا التتبيله ديال العيش باش نتبلو هذاك العيش، كيجي زوين الا كان متبل. كندير الملحه وكندير السودانيه، انا السودانيه هذه درتها قليله، من احسن تكون اكثر هكا، اكثر من هكا. تحميره، واحد جوج معالق كبار مثلا هكاك ديال زيت زيتون، معلقه صغيره ديال مطيشه الحك، واحد ربع كاس ديال الماء، حتى هو دبس الرمان حتى هو مهم، غندير معلقه واحده فيه. غنخلطهم كي قلت لكم في نص كاس الماء مع عامر، يعني قل من نص، باش تطلق هذيك المطيشه ولاصوص تطلق مع بعضها. غنخليه على جنب حتى طيب الكفته. ديالنا هي طابت. دابا اش غندير؟ غناخد واحد بابي الومنيوم، غنحاول نديرو على شكل طويسيل صغير او زلافه كنجمعو، وغندير فيه شويه ديال الزيت، اي زيت عندكم، زيت زيتون، زيت عاديه، اولا هذه الشحمه، اولا اي حاجه اللي يكون فيها ليدام نديرها تما. وغناخد اي فحم، اي فحمه تكون شعله، غنحطها لداخل في الزيت، ولكن خصني نوجد الغطاء كيف نحطها، نغطيها باش يبقى هذاك الدخان ديال الفحم يبقى لداخل. هاد الدخان غنسد عليه ويبقى لداخل، غادي الكفته تشم هاد الريحه كانها مشويه فوق الفاخر، يعني هذا شويه ديال الغش كنديروه، مهم يعطينا نتيجة زوينة. معليش خليها واحد شوية تبين ما سال هذاك الدخان ديالها. هذا الطبق اللي غادي نقدم فيه، انا خديت هذا ديال الالومنيوم حيت اينوكس، هذا باش غادي ندخلو الفران. هذاك الخبز اللي غندير ممكن ندخلو الفران حتى لاخر وقت نبغي نحط، يعني نبغي نقدم الغداء وندخلو الفران باش ناخدو سخون. كناخد هذيك التتبيله وكنتبل كل العيش ديالنا بها، كيولي زوين لذيذ. يعني لوجدت الغداء على تيساع كنوجدو، ولكن كنتبل ونصوب كلشي ونحطو حتى نبغي نحط الغداء وندخل كلشي الفران. واحد الخمسة ديال الدقائق فران سخون شاعل فوق ولتحت، خمسة لعشرة دقائق كاع على الأكثر، ولكن لا ماشي عشرة، خمسة لسبعة دقائق. ديرها تسخن كل شيء وتحطيه ديك الساعة. كنكمل تبل العيش ديالنا، نحيد هاديك الكفسة، نحيد الفحم،
ونحط الكفتة بالعادة خاصها تكون معها بصيلة مشحرة واللوحة فوق منها، ولكن كان عندي شي حوايج ما يدار ما درتهاش، كان ضروري ندير بصيلة تاهية. هذيك المريقة ديالها ما نضيعهاش، نقويها فوق العيش تيولي يتكال هذاك العيش كتر ما كيتكال اي حاجة اخرى. كنغطيها به، نتبل الاخرى تاهية، كيبقى هذاك الدخان ديال الكفته في العيش وكتبقى اللذه ديالها فيه. ودابا غندخلها الفران شويه بين ما حطيت السفره. وها الغداء ديالي وجد، ها المتبل ديالي، ها الحمص بطحينه، هذا العيش متبل ومعاه الكفته ديالو والمحمره ديالي. هادو درتهم في الفيديو اللي قبل وكنقدموه مع عيران والعيش ديالو. وها الغداء ديالنا كيوجد. مرحبا بكم وتفضلوا عندي، اهلا وسهلا فيكم، الى الحلقه المقبله ان شاء الله.